وفي تصريحات لأولايف أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أكدت الحرص على تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر في أسرع وقت. احنا حريصين على التواصل المستمر مع المحافظين ومع الوزراء المختصة في يعني في تنفيذ خطة الدولة، خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة. بالفعل احنا دلوقتي يعني الزيارة النهاردة مختلفة بقى، احنا مش بنتكلم على خطة ولا بنتكلم على دراسة جدوى ولا بنتكلم على قانون استثمار، احنا بنتكلم هنا لقاء مع المستثمرين الجادين اللي بالفعل قدموا يعني اقتراحات لتنمية هذه المنطقة. بالفعل سيادة المحافظ عمل ماستر بلان من أكبر يعني الشركات العالمية، واحنا حريصين برضو أن يكون في شراكة أكبر مع قطاع خاص في تنمية هذه، لأن احنا عايزين نقوم بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن عشان يعني هدف رئيسي اللي هو تنمية محافظة مطروح. عايزين نتحرك من السياحة، احنا طبعا عارفين الساحل الشمالي يعني مكتظ بالسياحة الداخلية وشواطئ اللي هي الخاصة، احنا دلوقتي بنتكلم على مدينة شاملة، مدينة سياحية عالمية، وعايزينها انها تكون يعني بتساهم في اقتصاد البلد على مدار السنة.